الانتخابات اللي هي حلم سياسي كان يعمل فيه مسؤولين. احنا عندنا سياسيين عبر التاريخ ومش من 2011 قبل 2011 عهد بورقيبة. عهد بورقيبة كان يكتب ورقة يبعثوها المؤسسة العمومية خدم فلان. وليش خدم فلان؟ لأنه يعني عائلته متنفذة. لأنه يعني يمثل شكل من أشكال الإزعاج للسلطة. شوف أنت واحد مجرم في جرته 40-50 قضية بتاع إجرام يفرض على الدولة أنه يعملوا كشك في وسط البلاد. فساد هو راه. لكنه حل سياسي. وقت يكثروا عليك انت يخرجوا لك سكروا لك الطريق يعطلوا لك مصالح عموميه او يسكروا لك مستشفى او يسكروا لك الطريق يقولوا لك خدمنا حتى انا في صباط قفصه. صباط قفصه كانت تخدم 7000 كانت تنقص 8 ملايين طن سنويا تو تخدم فيه تخرج تخلص فيه 27000 تنقص فيه 400000 طن سنويا. يعني اسمه فساد سياسي مش فساد قانوني. يعني وبكى المساله واضحه. وبالنسبه للساده الاطباء عندنا معضله في تونس ليه وجود على الوظيفة العمومية؟ راهو صورت مهندس لو واحد مهندس كان يا ربي يعلم أمي مهندس عالمية من بعدها الإنساني كمواطن. نحن بشر نحن أناس لا يمكن أن أقبل أن أشاهد مهما كانت الأطفال أو النساء في كل دول العالم أو المواطنين يقصفون مهما كانت ديانتهم وثقافتهم ناهيك كيف يقبل الإنسان ما يحدث للفلسطينيين والفلسطينيين. فالموقف والدعوة للمشاركة هي مشاركة شعبية. نحن فقط صوت يعمل على المساهمة في التنظيم لهذه المسيرات اللي راهي تنطلق في 58 ولاية واللي راهي مسيرات شعبية مسيرات يشاركوا فيها كل الجزائريين تنظيمات أحزاب سياسية مواطنين عائلات إعلاميين صحافة وسائل إعلام فنانين رياضيين كل شباب الجزائري. كل الجزائريين نعم. مدعوين لهذه المساحة وهذا الصوت الجزائري دائما يقف مع الفلسطينيين خاصة في هذه الأوقات الصعبة. طبعا ولابد أن كل كما قلنا المجتمع المدني من جمعيات من هيئات إلى غير ذلك. فنروح لك مباشرة للسيد مصطفى حداوي رئيس المجلس الأعلى للشباب. طبعا احنا ماذا بينا كنا يعني تكاثف الجهود كنا نكون مع بعض يد واحدة ونمشي في هذه المسيرات الشعبية يعني نصرة لإخواننا الفلسطينيين. أولا تحية كبيرة لك مجددا للأستاذ بن برام ومستمعي قناة البهجة العريقة. نحن كجزائريين معروفين بإيماننا بالقضية الفلسطينية ولذلك في أدبيات الجزائريين نسميها القضية المركزية في قضايا التي يناضل من أجلها الجزائريين. ومباشرة بعد استقلال الجزائر وفي الجزائر كانت من الدول الأكثر التزاما مع القضية الفلسطينية على مدار السنوات الطويلة. وهذه القضية تمثل في رمزيتها واحد من القضايا التي تجمع السلطة والشعب على مدار هذه السنوات في اتفاق على أنه هي قضية مركزية والجزائريون لا يساومون حيالها ولا يتفاوضون حيالها وموقف الجزائر ثابت لا يتغير ولا يتردد ولا يتحرك. هذا الموقف اللي راح يعبر عليه الجزائريون من خلال هذه المبادرة الكبيرة التي سيتم تنظيمها يوم غدا بحول الله تعالى وقوته اللي هي في الحقيقة تعبير صادق على ما يشعر به الجزائريون وعلى ما يريده الجزائريون. صوتهم دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني في ما يتعرض له من ظلم ومن قهر. الجزائريون دائما وأبدا رفعوا شعار لابد لفلسطين أن تتحرر عاجلا أم آجلا لابد لها أن تتحرر ويناظرون من أجل ذلك في كل محافل الدول. ولعله لا يستطيع أن يختلف معي أحد من الشعب الجزائري لأنه ما كانش خطاب لسيد رئيس الجمهورية مثلا الحالي سعد المجيد تبون إلا والقضية الفلسطينية حاضرة لازمة من اللوازم التي يجب التأكيد عليها وذكرها في مختلف المناسبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. بخير. اسمع لجت ليلى قولها وراح البوسطة الحقيها ليلى بنتي
ليلى ليلى لكون جي نقول لها نقول لها راه البوسطه قالت لي استناني قلت لها مزات ما جاش قالت لي استناني نقول لها وراح ما كانت الدنيا البوسطه كبيره مشاكل عندي موندا سرقوها لي والله هاي سرقوها موندا اللي تسرق هزها واحد سما هاي مسروقة هو يبدا يحكي لك في الحكاية تاع راحت ورجعت ورجعت وراحت ورجعت يبدا يقول لك هي راحت وعاود رجعت وش تروح ديالي هاني خرجت لاري هي هذيك تاع هي هذيك تاع قال لي خالصة قال لي هزها واحد هزها واحد شكون هو اللي هزها شكون اللي يسنيها شكون اللي يسنيها قال لي هزها من البوسطة كبيرة ما خرجت طالك سيدات عندي تاعك هما يخرجوها يخلصوها الدولة الجوز وخلاص مليون و300 و200 واحد انت موكل واحد يهز في بلاصتك ساعات لا لا ما هزتني انت انا كيفاه يمدوها لواحد اخر غير لكان جاب الكارطه تاعك يروح بالكارطه تاعك عم يكتبوا اسمك انت كتب هزيتها انت ما ردرنا بالو تسمى بوندا يهزها غير نعني بالامر اي حتى اللي يهزها يقول لي اني هزيتها لكن نعطيه الامر انايا نعطيش من الناس هذا تاع ينهز ديما شي كلام تنضرو هذا الكلام يا هذا الكلام ان شاء الله شكل الدنيا اللي واحد يخص في بلاصه واحد كيف دار معاه؟ ودو شو حيعطي معاه؟
بعد ما يهضر معاه والله ما يدير هو ولد يضرب راجل لازم تقول له قول باباك اخويا ديروا في السواق تصرف في باباك يخبي الشيف يخبي كل سري تاعك تاعك ولي خاطيك خاطيك الناس شايفين نتاع الناس ونتاع الدين تروح تدرس الناس الواحد مسكين راح يخلص والله كارت هذيك تاع اللي يخلصوا بها ما يعرفش يخلص مسكين جا واحد طفل هو مثل قال له ولدي كيف يضرب لي قال له واش ما عطيني نمرة كونت تاع الكونت تاعك قد راح تجي قد عندك احفظ الكود تاعي واحفظ السواق قداش كي لاح ما لاحش الكارت تاعو عنده كارت مسروقه لا هذيك لا كارت مسروقه قالوا الحاج ما عندك صور هو راح ولا عاد تاعو جبد بها قال حاج شفتي كيفاش الحكايه قعد خش البوسطه ريكلامي انهم كيف ما الصور تاعي ما ديري فيتي ولا الناس ولا تلقى فيتي ولا انتريتي ولا دابا ما ضربت ما جيتش قالوا تشوف ما كانت ضربت الخطي تاعك قالوا لا كان الخطي تاعك قالوا كش من مديتيها ولا حاجه قالوا ما ندها لك بدلها لك لا كان صافي يبقى يخدم كي مكة هذا السيد يلقى يجبد يسرق ورقة مثل لابيس تاع معناتها واحد اخر ويعاود يخدم بها ويمد لهذاك يخلص في يقول له ما كانش هاك يروح هذاك بهذا وهو يفرغ هذاك ما يلوحش مثل تاعك اللي مديتي له يعني عم بالي يلوح المسروقة اللي يفضها ديجا قبل فهمت هي سلسلة تبقى على عينيه الاخر ما يديش يقول لك صح ما مصفر كل كيف كيف اللي واحد يضرب يجمع عنده الصوان ثم يأخذ ما عنده النمرة كود ويحكم الحساب قد عنده صوان في الصح قد قد يبقى ديما صحيح هو اي بدها منه لا يقول لك نمرة سري هذا ما تقول ولدك ما تقولوش منك ليك انت مره مسكينه خلصت وخرجت هو الحقها الحاجه قال لها انا غلطت فيك هكا مازالو لك صور دم غلطوا فيك به زيت قلت له وليدي هذا هم زيت قال هاتي جاي شوف هما صور دم مغلطين عطتهم مسكينة نية مسكينة نحا هملا وهي قاعدة تسنى دوك يجيب يسمع قاعدة قاعدة في الصوت مسكينة وقاعدة تسنى بيها حتى يجيب لها الغلطة مسكينة شفت الحاح والله ولا تبكي مسكينة قالت هاي سبتي هاتي لا والحدني وقد يقول بديتي صور زيدين ولا تاعك مازال ولا ما تباحها بصور استكبار مساكن فهم النية استكبار فهم النية مساكن شو عطينا خطرة واحد هز والله قدامي بعد الشيء هز لبي ناحية 150 مليون لا بنك وهما يقابروا في لا بنك لاحة بساشية كاملة وجاء خارج وانا جيت خارج وراه عرفت لي هذا شفت لي صور هو مسكين كي خرج مع الطرطور يسمى في الطاكسي
يجي الطوموبيل نيمرو يبيع الطوموبيلات، وذاك واقف يجمه ما حبش شيء. قدام المسكين كيفاش نهضر معايا يا ربي؟ هي جا الطوموبيل يحبس الطاكسي نيمرو، هو حل الباب منه ذاك الشيء بالكبد، وانا طبشت عمو الطوموبيل خليته قلت له اسمع الراجل الصور بدي يهم دار ليهم قالوا انت وين رايح؟ قالوا راح قالوا اهبط اهبط اش كبه معاه؟ حل الباب الشاي ركب من هنا قدامه وحل الباب لاريال ركبه معاه ركبه معاه قالوا وين رايح اصحيبي؟ قالوا رايح قالوا اهبط قالوا معك هذا الشيخ قالوا لا قالوا ما لهبط رحتي بس ما وليتيه انت يا والله كم وليت وش ما راح تكينا كامله نقولها وركب معاه الحاج بركه هديه عامله يديرها يعني وركهاس معاك قريب مليار تركب بدوك فتح بس في تاكسي ويسن كبير ما جيش يعني يسن صغير كيف والله حتى ياكل رحمه والله ما بقيت تشفع عليها قلت له مالها السيد هذا قلت له الدار هي عنده صوت كبير هاي كل واحد فاهم يلتق قال لك دار خويا هاو يسن كبير نعطيك 200 الف خويا رواح وقف معايا في الحكايه دي هاي عندي سوارد ما تصرحوش حتى قدام وانت روح لي وليم الطوموبيل خاص السناني برا قدام الباب بالطوموبيل ايوه مدي واحد متكرطيك ولا واحد كونفيونس باينه واحد فاهم يلتق واحد باينه عندي سوارد راح نزل هاي 200 الف خويا هاو جورني تاعك السنان ومليار اخويا بها 300 الف مليار قلت والله هزها قدامي لحق الساشير مربوطه هكا بد الساشير ما حصل هو وطفل هذاك يحصر فيه ثم ما هذاك خرج بهذاك يقول كل واحد معاه يتبع فيه هو معاه حتى يبان معاه هذا ولدي وهذا خاطي هذا شنو من بعد باش نهضر مع الشيء قدامه وهو حاصره ما نجمش نهضر نقول له عيب وش هو انا هضرت في حبس الطوموبيل رحت ليه ديريكت من الطوموبيل قلت له تاع السي دي بي قلت له عنده صوت دي معاه ويتبع في حد ديما يا اخي كان فايخ من الطوموبيل قال له اهبط والله حل الباب قال له اهبط وحل الباب ركب خلاص في عاد قدامه قالوا الشيخ هذا معاك قالوا لا الله يهبط على عينيه بقى واحد اللي قلت له انا جاي الطفلة في لابوست تخدم جابت واحدة 16 مليون ولا حبة تخبيها في لابوست جابتها في ساشية الطفلة حكمتها عليها وحطتها قدامها وقعدت تيسي يا هو شاف شافها بلي صاشية فيها صور قاعد يحصل في الطفل كما عرفت وش دخلت هو الوحيد وعرف الطفل وانطرح انطرح ده البسطة السردو ده ده ما فاقوش بيها ما فاقتش بيها مسكين كي انطرح فيها صار ده مسكينة تغيشات 16 مليون صعد ما عجيبها مسكين ولا 20 مليون يعني هي لازم كي تحكم خدمة تكملها ولا تروح الخدمة الأخرى؟ يا أخي داروا الخدمة بلانات بلانة وخلي تروح و... يا أخي داروا الخدمة والله أنا مديت فيها على بالي 500 ألف ما عرفها طب الطريقية ولا يلمولها أنا عاون دارها لا بوس ما تسمح لهاش ماشي والله تغشات مسيتين قاعد تكتكها والخدامة عقابها هذوك نلموهم مو بفهم معها الخدامة يا أخي لموهم لها مسكين هاي تخدم لكم لا بوسنا بلا قولون هيك تخدم دار تسردو مسؤولية كبيرة صوار ها؟ مسؤولية كبيرة صوار صح صوار دي صوار كبيرة هو ايه السواق فيه بتوا بعيسى عندنا في وقت جيت الصراف في بلدنا يس يس لا والله تروح البوسطة يزمني أخبيهم فهمت البوسطة ولا أخبيهم مدة كرونك في الجيب مليح باش نروح ديركت
رايزون طول الألعاب استيمات زي بعضها طماطم ما ادري شو اسمه تبقوب هذا تاخر رزا السرقة دي ما عندهاش حل الحل الوحيد هو جيب يديهم ساعة ساعة الحل الوحيد فين حل الوحيد ما يطبقوهاش كون جاو يطبقوها داك مابقاتش تعود تبيع الطوموبيل تاعك ما يضل برا خاصهم ما يطبقوهاش واش يطبقو والله يديرو لي قوانين لازم يعملوها ربي العالمين الحل الوحيد عطاه لهم ربي العالمين من ما تخلق محطوط الحل بسرقة مصدر طرف من يده وبشوف كيف تولي الدنيا ترتاح الناس كل انا راح في السعودية والله العظيم صدقني جينا نبني مع وهم يشوفوا صور الطيشة واحدة الريح يضربك وهم يدفين الريح والله ما مسهم واحد وين؟ في مكة في المدينة وعليه؟ زعما يخاف ربي صلينا العصر الصباح وزدنا جيناهم وصلينا العصر وجيناهم واحد ما توشهمش وعلى ما مسوهمش يعني يخافوا ربي ما فيهمش واحد منافق ما كانش واحد سارق ما كانش وعلى ما مسوهم ما يسرقوش مكسر وعلى ربيين مش عند ربيين الحاج يديهم مباشر يديهم حتى الجزيري يديهم تونس يديهم عبالك الحاج تما اللي يمس حاجه يدو قصوها له فهمتي ولا لا ايوا علاه تما ما كاينش الشريعه ديريكت تما مس حاجه تسرق حاجه لي كاميرا باردو يدك تتقص تروح بها مقصوصه واحد الطفل قدامي في المدينه سرق مولا فاترينا تقش حكمه معلم شو اللي يحكم واحد 16 سنه 5 سنه في حكمه راح الطوموبيل عنده فرقوناتك ولحوه في الطوموبيل وقفل عليه. نعم. كي عاد يلوح فيه عاد يدخل يبكي الناس كي شغل تركي عاد يبكي غاضب. هذاك الحاج قالهم كل يتمشيو يا جماعه كل واحد يدخل روحه. اه. لحوه في الفرقونات وقفل عليه. خلاه يتقرع دخله وخش الحال نتاعو. جات جماعه يهضروا حاجه قال لهم يا جماعه كل واحد يسهل يروح هذه خدمتي انا مش خدمتي شفتي هذا والله ما تقدرش تدير
البوليس يقصوا له يده في هذه الهضره. الله عم سيبه ما إيه قادر يسيبه بس حكم يحبش يسبل في حقه ويمد على البوليس. شوف هاوكي هاوكي رجعنا درك التطبيق تاع الشريعه ها هاي ولا شفتي صور مطيشه من ما قلتي من الظهر للعصر شفتي وجاو يديروها هنا وجاو يديروها هنا سينا شاف واحد ما يسرق في الطريق وواحد ما يمس واحد ومشاريع هذه كلها واحد ما بقى يسرق فيها فرنك فهمتي كلش يمشي على البكاء الريح والله واحد عم يتمشى تمشي كلش الدنيا دوري الدنيا بال بال بالرخام هنا مخدومه والصور دو كيفاه تا واحد يقولوا فلسطيني مطيش التيران تاع المدينه شوف لا يدين لا رجلين لا عينين مضروب في الفلسطيني الناس كي تجي تحطيها صوارد تمدوا الريح كي يجي يديهم له مسكين مسكين يمشي لهم يرجعوهم له زيد وما يشوف يجيبوا يحطوه ثم ويجيو موليه يهزوه باش ما يلقاو صوارد يلموا مسكين وهم كي ضربهم الريح بعدها معليه شويه لا تجمع واحد اللي يلقاهم يشوفوها وين قاعد يروح تحطهم له حطهم قدام اللي ما عبروش بالحكايه ويعدي ما عبروش معدي خليهم يهزمش هذا نبعدوا عليه الصور اه فهمت شو هذا واحد عم يتوشيه واحد المصري قدام البنكة 21 واحد المنطقة خويا جات الحكومة عيني وبيلوحوا في البركونات ما قدرولوش يكون سيبي مرته واقفة تبكي ها ويقول يقول ما حاج ما درت شي يا حاج ما قدروش يدخلوه في البركونات تاع البوليس سما تاع المصري جاو ولا شرطية الدراري صغار اخلاق ما تحطهمش شرطية خويا ما عرفوش دوروه ويبعثوه طاحوا عليه؟ لا دزوه يعني لاحوه قبل الباب خلاو مرته ثم مرته تبكي ودور عندهم حكومه وسيفين هم عندهم دراري صغار ما تحطهاش هو تلقى غير اللي حاكم الرمح وقت اللي انا عامل براكة و ميليتير والله هي الماكله اللي ياكلوها الجزيريه اللي ياكلوها هذا ديسير هذا زيد هم يجوا البلاد كل شيء يخدم الجزائر هذا صحيح يجوا الخير هنا عايشين صوار كنا نقعد في المرتبط زي في المرتبط قالوا ما عندك صوار جبت زيت في المرتبط نبدا يقولوا هاي صوار عندك المرتبط قالوا حتى يكون عندك صوار صحيح نعم صور هلا هو يشري فيها ويبدا يتمثل الماكلة وقبة والطلبة كلش بلاش خطرة عنده هنا نجيبو حمرا جابو لهم قطعة ومضربو رقدوه دولة التليفونات والصور دلالهم واحد دوخ يا جماعه وي فين جد ما ربيو ما تشوف عامل قرع ما قدموا حوايجني ما نديرهمش حنا هما يديروهم كلهم ما طلع واحد بده مو في موضوع هذا واحد بطل ليه راح
من الحكومه و صح الحاج ربي يسهل ان شاء الله. شو خوي؟ يا تاكسيار، وين غلطت قلت لك تقاري؟ كارتي اللمبيا.
كون سينما هو يا هي قلت لك فريا لو قالوا لنا هنا وين المجلس نتي رحتي المحكمة مجلس او من ها هاني قلت لها هما قالوا لنا السينما اللي هي شي سما ماجازا بونجور تاع قش هذا لا تاع سيارات اللي بيها ماكلة تاع سيارات ماكلة هذا مسطورة تاع مسطورة اللي يوجد المسطورة مشو بهدة برقة ما نتبع ليك الحوسي شي ما بعيد الحيط الأحمر هذا هو تاع السينما أنا في اللم حبيت نديك من المجلس نديك من المجلس كما تحب كنا قريب من المجلس 10,000
بالسرطان، لماذا قابلية الجسم للإصابة بالسرطان؟ يعني هذا موجود في الجزائر؟ لا غير موجود. نواصلوا دكتور للحديث عن بقية العوامل، نتحدثوا عن العوامل الأخرى ربما دكتور مشني. في بقيه العوامل الاخرى عندنا العوامل الجينيه والعوامل الاخرى بمركز مكافحة السرطان بعنبة ومع ضيفتي الكريمتين دكتور يوسف أسماء ودكتور بوزيد صبيحة في باقي محاور الموضوع بعد عناوين جريدة المنتصف في تقديمها الزميل رياض كنف. Thank you.
السلام. روحي ليها ما دام. نعم، إذا هذه أهم العوامل يعني، ربما فيه عوامل أخرى وعوامل لم تدرجها الدراسات العلمية الجديدة بما يعني كعوامل مسببة لسرطان الثدي وغيرها من العوامل الأخرى. نعم نمط العيش، نعم ستريس، كنشوف الدكتور لا سيتونتاريتي، فضلا عن وهذا الاهم الاعداد الكبيره والرهيبه من
أشير إلى أن هناك حوالي 1000 شهيد، وإذا كان هناك 1000 شهيد فسيكون عدد الإصابات أكثر. أي مكان في أي بلد عظمى يكون هناك مستشفى يستطيع أن يتعامل مع هذا العدد، حتى لو كانت في أحسن أحوالها. فما أدرانا بأننا نتكلم عن مستشفى في قطاع غزة هو المستشفى المركزي الوحيد، فكيف يستطيع أن يتعامل علما أن هناك حصار على قطاع غزة منذ 15 عاما؟ الوطن صعب، الأطباء أحيانا يضطر أن يفاضلوا بين المرضى، من هو الذي يمكن إنقاذه نتيجة للعدد الكبير من نتيجة لشدة الإصابات التي أصيب بها من واقع هذا القصف. شكرا لكم دكتور ناصر هاشم رئيس مستشفى الخدمة العامة بغزة، شكرا جزيلا لكم على نقلكم هذا السؤال. شكرا جزيلا لكم على هذا اللقاء، أعتذر عن المواصلة لإنشغالي. دكتور شكرا جزيلا لكم على نقلكم هذه الصورة من مستشفى الخدمة بغزة. اقتحام السفارة الصهيونية لطرد هؤلاء من الأراضي الأردنية، كان رد الفعل مهما جدا. هذه حركات شعبية بسيطة قامت أمس بإلغاء هذه قمة الخضوع وقمة التصفية والبزنس في القضية الفلسطينية. لاحظنا في نيويورك، في لندن، في فرنسا، وسائل الإعلام اليوم تقريبا في كلها عدلت توجهاتها الافتتاحية للتبديل بما قام في بما حدث في قصف هذا المستشفى. وبالتالي لاحظوا حتى الرحمه يمكن تغيير توجهات الخطوط الصهيوني المركز عليها، الا ان تواجد الكثير من الصحفيين الاحرار والكثير من النخب التي بدات تضغط على الانظمه في الغرب والولايات المتحده من اجل تعديل مواقفها والتعامل مع ما يحدث بطريقه متوازنه على الاقل حفاظا على الكرامه الإنسانية وعلى المواثيق الدولية. وبالتالي ردود الفعل يجب أن تكون أهلية، يجب أن تكون في مستوى التضحيات في غزة ومستوى المآسي في غزة. وبالتالي التطهير أعتقد بأن ملحه لأحزاب سياسية فاشلة تقريبا كلها أحزاب مناسباتية، وهم يعرفون ذلك والكل نعرف حقيقة هذا الأمر. وبالتالي التضامن يجب أن يكون تلقائيا الشعب الجزائري حقيقة، التنظيم وعدم استغلال هذه المسيرات للانحراف إلى أمور أخرى أو استغلالها لتسوية أمور سياسية، فيه وعي كبير على الأقل في الشارع الجزائري. وبالتالي ضرورة طرد الشعب يرد في الأوقات المناسبة وبالطريقة المناسبة، لأن الأوضاع التي وصلت إليها الأمة العربية هي أوضاع خطيرة جدا، فيه مخططات إعلامية والنفسية والسياسية لتحطيم الشعوب العربية وجعلها تقبل كل ما يأتي من الخارج، وأصبحوا يعملون حتى على تغيير مبادئ البلاد تجاه القضايا العادية ولاحقة، لأن الخطر يتهدد جميعا سواء أنظمة أو شعوب أو منظمات إقليمية. لا
يجب أن نصحح الاختلالات، يجب أن نبعد الرداءة، ضرورة الرجوع إلى الكفاءات ورفع مستويات العمل في كل المؤسسات الدولة حتى نواكب التحولات وسرعة الوقت والتقدم التكنولوجي، لأننا تأخرنا كثيرا بفعل هذه المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي لم تنتهي وجعلتنا نتأثر بمسايرة القضايا الإقليمية. حقيقة الجزائر دبلوماسيا تبذل جهودا كبيرة جدا، بصمتها في كل القضايا، نحن دفعنا الكثير من أجل المواقف العادلة تجاه القضايا العربية والإسلامية، أصبحنا محاصرين، أصبحنا أعداء لبعض الدول العربية، ضحي بما قمنا به مع سوريا، كل المجهودات التي بذلتها الجزائر منذ 2011، ثم حاول بعض العرب الانفراد بسوريا، ولما تم تحييد الجزائر تركوا سوريا وحالها، وهذا هو ما يحدث في منطقة الساحل، ما يحدث مع فلسطين، ما يحدث مع الصحراء الغربية، ضحي العلاقات الدولية، النفاق والانحياز الفاضح والتشدق ربما بالمبادئ في التصريحات الإعلامية، بينما هذا الواقع يدفعنا نحن كذلك الجزائريين إلى تغيير الكثير من النظرة للقضايا ومن الخطوات نحو القضايا، لأن العالم اليوم متسارع كثيرا، والوتيرة يجب أن تكون مرتفعة بعمل جماعي يتحالف فيه الشعب مع السلطة لمنح تلك القوة للقرار.